أنا بالحقيقة لو أدركم جايين كل واحد يستاهل قصيدة هي على مرض، لكن هذه قصيدة تتكلم عن الولاء. يقول نعم بدو شبه الجزيرة وطنا. نعم بدو شبه الجزيرة وطنا من بعد عصر آدم ومن قبل فرعون. نعم بدو شبه الجزيرة وطنا قبائل مع كل برق يشدون. نعم بدو شبه الجزيرة وطنا من قبل لا تطلع جوازات وحصون. ونعم بدو شبه الجزيرة وطنا هذا الصحيح وقول واللي تقولون. رح وادرس التاريخ وش قال عنا بالفعل ما هي من وكالة يقولون. حنا اليوم صار ما صار حنا حنا على الوقفات وبليس ملعون. حنا اليوم صار ما صار حنا حنا على الوقفات وبليس ملعون. نعم بدو وكفوفنا يرجحنا نرقى بعزتنا ولا نتبع الهون. سيوفنا من دم الأعداء تحنا ناطع على الهامات لا ولع الكون. واليوم لا والله خون زمننا غرب علينا كل هادي ومجنون. من عقب ما ناطى الليالي وطنا وظنوا وشكوا في وللي يوالون. من عقب ما كنا وكنا وكنا احزامهم واسنادهم لو يلتقون. اليوم كلنا دكينا وظنا وقاموا وطلعوا ظهورنا بتاخذون. من عقب ما كنا وكنا وكنا احزامهم وسنادهم لو يضيقون. اليوم كل دق فينا وغنى وقاموا طعنوا ظهورنا بالتلفزيون. ما يقضبوا خملاتكم لا يجنا لا تصحي الفتنة ترى السيف مسنون. ترى جراثيم البشر يدنسنا من الدنس شق طبقات الوزون. حنا العرب وفعولنا يعرفنا قبائل اللي عاهدهم ما يخونون. البدو وفعولنا يعرفنا قبائل من عاهد وما يخونون. حنا البدو وقبورنا يشهدنا كم من شهيد في ثرى الدار مدفون. حنا البدو وسلومنا وجهنا نحشم ولا ننظر الى الجنس واللون. عاداتنا وسلومنا لو تسنى ما فيه رجال من الضي مغبون. وبعد عاداتنا وسلومنا لو تسنى ما فيه رجال من الضي مغبون. وطاعة ولي الأمر من سلمهنا يامر علينا يطلب الروح ويموت. ما احنا مثل تونس ومصر يمنا نضيح بس شوفنا ما يضيحون. ولي الأمر من سلمهنا يامر علينا يطلب الروح ويموت. ما احنا مثل تونس ومصر يمنا نضيح بس شوفنا ما يضيحون. زبون الجنة ما نشعل الفتنة ونرفع يد العون. بدو وحضر كل بقلبه يكنا حب وولا والكل أجله يضحون. أخوان ما بفرق منا ومنا كويتنا وضيافها ما يهونون. وابشر وتلقانا على ما تمنى قلوب وارواح وحاسيس وعيون. بس احشموا اطيافنا في وطننا لا تصحي الفتنة ترى بليس ملعون. 50 عام من التطور والانجاز مرت على دار الكويت العزيزه. رغم الظروف القاسيه ما به اعجاز تطورت داري بفتره وجيزه. تقديرها بين الدول دوم ممتاز. داري لها في داخلي قلب قلبي لها في قمة الشوق ينحاس. رجع فيصل من عندك فيصل. ارجع شوي. ضيوفنا الكرام اصحاب السعادة الشيوخ لا زالوا شعراء في هذه الدورة الجميلة. ايضا مشاركة الشاعر خالد سالم العازمي بالتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبرك الساعات شرفتنا يا شيخ أنت وإخوانك والحضور جميع. أبرك الساعات ونقول مرحبا ومسانا على محل وحنا. أبرك الساعات تشريف والله يا شيخ تشريف.
وانا اقول بذات والله قلت لي حق لو اقول ما قلت لي حق اقول اهلا هلا يا مرحبا حييت يا شيخ البلد اهلا هلا يا مرحبا حييت يا شيخ البلد ترحيبت من طيبة يعجز لساني عدها يا مرحبا يا شيخ يا الضرغام يا وجه السعد اقولها ولي البقر واحد اقولها ولي البقر يا محتزم وعده يا مرحبا يا شيخ يا الضرغام يا وجه السعد اقولها ولي البقر يا محتزم وعده يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بابن البهد يا مرحبا يا مرحبا بابن البهد كم دوله عمرتها من حدها لحدها رمز السياسه والكرم والجود لو قلنا بعد رمز السياسة والكرم والجود لو قلنا بعد ما تنحصي لو جبتها من جدرها لمدها شرفتنا يومك شرفتنا يومك لبيت يا عسى عمرك مدن ونومس شعبك في فعولك وانت والله قد مبروك يا شيخ البلد عيد الوطن حل ووصل واقول يا ربي تعز اوطاننا من ضدها في حكمكم في حكمكم يا شيخنا والشعب عايش في رمل يا ابن الصباح كويتنا في حكمكم يا سعدها في حكمكم يا شيخنا والشعب عايش في رمل يا ابن الصباح كويتنا في حكمكم يا سعدها في جيتك وخير جانا في جيتك وخير جانا ولا احبر رق السعد والشعب كله ملتحم في يسرها والشعب كله ملتحم في يسرها من شدها وحنا 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 لكم وقت العسر حنا لكم وقت العسر عون وسند وعمرنا والله ترى لكويتنا مرضها وأهلا هلا يا مرحبا حييت يا شيخ البلد وأقولها ولي البخاري ما تحتزم معك سعادة الممثل صاحب السمو المشاعر لا يمكن أن تتوقف عند هذا الحد وكل الحضور اللي ما هو شاعر مشاعر تكفي عن القصائد الكل يريد أن يشاعر والكل يريد أن يقدم قصيدة ولكن نعلم بأن وقتكم محدود ونعلم بأن جدولكم مشغول ولكن إحنا دائما للكويت الحبيب مهما قلنا نقول الدار يا أهل الدار ما فيه مثلها وناس اللي دار يستحضرون واكبر دليل كلمتي يوم قلتها بالاسماء اللي كلكم تذكرونها وش صار فينا يوم الايام سودا سبعه شهور سود يا شيلونها سجن العنا والويل والهم والكبر والناس عقب الدار هلت عيونها لكن نصرنا الواحد الخالق الذي له رحمه كل البشر يفرجونها سعادة الشيخ أحمد، سعادة الشيخ طاري، سعادة الشيخ صباح الناصر نشكركم على حضوركم ونكتفي بهذا القدر ولو كان هناك الكثير من الشعراء يريدون المشاركة ولكن بعد كلمة سعادتك هناك شيرة للعرضة نتمنى بأن تحظى برضى الجميع والآن نكرر شكرا لك على هذه الزيارة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيابة عن سيدي حضرة صاحب السمو اللي اليوم شرفنا وتواجد على هامش جزء من أنشطة هذا المهرجان الموجود ونأكد رحبه لنا لدى خاصة بدعم هذا المهرجان اليوم يعني جزاك الله خير نومسونا ونومسوا سمو أميرنا يعني جزاك الله خير أيضا أنعم علينا في تواجده مو بمثل التفرق بالرعاية والتمويل والجوائز لكن تواجد اليوم وفتح باب رئيسي لحرص الريادة على هذا النوع من الموروث ودعم جميع المربين بأشكالهم في جميع أصناف المختلفة وخاصة يعني اليوم أكرمنا الله يجزاه خير هذا الموقع بنينا فيه هذا النشاط من 20 سنة لبنة على لبنة اليوم كرمنا سمو الأمير الله يحفظه لنا وسواها سنوية بهالحجم حتى نكون إن شاء الله تكلم الأخوان السعودية وأخوان الإمارات وأخوان قطر وصير هذا النوع من الأنشطة المحببة حق قلوبنا راع الهواية يحب هذه الهواية والناس فيما يعشقون لذلك ولله الحمد اليوم عطانا فرصة طول العمر للجميع نلتقي كل سنة
وننظم هذا المسابقات وننظم هذا النشاط. وأمرني يعني كان الود وده يحضر اليوم يدور على المخيمات مخيم، لكن ظروفه الله يحفظه وطريقة النقل قبل الليل بعد مع هذا الجو، وأمرني أني أحضر وإن شاء الله أكون نيابة عنه عند الجميع وهني عند عيال عطلك ومكان أشعر. وانت الخير وانت الخير والبركة. أشكر لكم أنعم الله ونار ما تطفى وشهد الله وجهك على الخير والمحبة عند عمو أحمد وعند الجميع. جزاك الله خير. معكم أجمع خير إن شاء الله. آمين. ودائما لقاكم للآخر. أما أقول الشمري شاعرنا وين الشمري؟ شمري عبد الكريم. أقول كلمة واحدة. عبد الكريم. حزام لنا طول عمرنا حزام لكم. ما يحتاج. كفو كفو. ساكن الديرة هذه على رحول الزبون. أجيناها على رحول المعزب. وحضرنا الديرة إحنا اللي حضرناها. كان يجوها بدون طيب أحضر. نعم. البدن. كل إنسان مجنون خلوا هذه برا عنكم، ما نقري هذه. إذا واحد يقدر يفرق اللي بيننا ويفرق تاريخنا لا بارك الله في علاقتنا. ما حد يقدر. لا بالأول هديناكم ولا بالثاني هديتونا، لا بالثالث هديناكم ولا بالرابع هديتونا. إنزلنا لحمة ما مثلها لحمة. الله يسلمك ويجزاك. أنت الخير والبركة. لا يأخذكم الشكل لا يأخذكم الغير. وحنا لكم وأنتم لنا يا طول العمر. في دول الشعار نظر كان نحن العمود انتو ربنا، وقالها اليوم انتو عين والحضر عين. هذه كلمة ما هي منها راديو ولا تلفزيون ولا واحد ما يقول. هذا عرج في قلبه ينبض. ما هي كلمة في قلبه ما فيها بركة. وقت صديقة في القوم يأتيكم الركبة، وقت صديقة من القلم يأتينا الركبة. نعم تستاهلون تعالوا طول عمر تعالوا احنا نعلم انها اشتبعوا وروحوا يرتب خير محبب تبقوا لهم ان شاء الله دائما على خير تبقون ولاد ما نبطل ان شاء الله يكبروا لنا ولكم ان شاء الله. الله يسلمك وجودكم الله يسلمك أعزائي المشاهدين معنا اليوم بموضوع هذا الحفل الشهير الله يجزاكم السلام عليكم. ناخذ منكم حق مركز اعلان محبه الهواء. اهلا نشكرهم على هالزياره بارك الله فيهم، وهي غريبه عليهم هم اهل الكرم مشكورين. وسع رحمه العيال اللي جمعها الجمعه الطيبه، ونقول لهم ان شاء الله دوم هالجمعه تكون يد واحده. عليكم السلام.